السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم شات. فيديو جديد وكونسيبت جديد على برا. الو الكونسيبت جديد الناس اللي ديجا تفرجوا في الفيديو الاخرى غنديروه باش نحاولوا نشوفوا الناس اللي ما معروفينش بزاف، الناس اللي ما واخدينش حقهم. ماشي ضروري الناس اللي يلاه جداد، كاين الناس اللي مش حادي وما كيرابي وما واخدينش حقهم. علاش غنديروهم في كونسيبت جديد؟ علاش ما نديروش كل واحد الفيديو ديالو؟ حنت ملي كندير الفيديو ديال كل واحد كيف ما شرحت لكم فراه ما كيدخلش يتفرج فيه بنادم، سواء ما كترجعش بالنفع لا للرابور ولا ليا انا حتى شي واحد، وبنادم ما كيكتشفو ما كتنفع حتى شي حاجه ديك فيديو واحد. سواء ملي كندير الكونسيبت بحال هكا ماشي احتقار من اي واحد، بالعكس والله العظيم الا باش غادي يكون الكونسيبت هو اللي غيجر بنادم غيولي يدخل يتفرج في الحلقه ديال الكونسيبت ديال اكتشاف جديد ولا ناس جداد ولا هادي، وغادي يشوف. اي بيان سور البوبليك يحكم، البوبليك ملي غتبان ليه شي حاجه اللي راه عجباه غادي ياخذها ويقول هاد الصاط هذا ندخل انا ان شاء الله. غادي نحط لكم لي ليان ديال لي شين، و حتى نتوما كنتسنى منكم السوبور، كنتسنى منكم فريمون السوبور. واهم حاجه اللي عجبو شي واحد دخلوا عندو لي شين، دخلوا شجعوا بنادم، دخلوا تصنتوا ما فيها والو، تابونوا عند بنادم، باسكو بنادم اللي كيضرب تمار اللي عنده اكثر من عامين 3 سنين 4 سنين 6 سنين هو كيرابي بحال هكايا، كتقرا شين ديالو باقا فيها 2000 3000 5000 باقا هذا راه مسكين بنادم، راه خاصك تصفق ليه اللي باقي شاد. ما عليناش بالنسبه للسميه ديال الحلقه، انا باقي ما متاكدش شنو غتكون سميتها، ولكن اللي غالبه بزاف حندير لكم سونداج في انستغرام على السميات اللي غادي يقدو يكونوا، ولكن اكثر وحده اللي غاده بانت لي غادي تكون راب جود تالنت. انا لقيت اللي كنسجل باقي ما عارفش انا شنو غنسمى هذه الحلقه هذه. ما عليناش، سو كما كنقول الناس اللي غندوز لهنايا ما تعتبرهاش احتقار ولا انني كنهبط من بنادم ولا اي حاجه، او كونترير راه بالنسبه لكم سا فايت بلوز افونتاجو، والبوبليك هو اللي يحكم. انا ملي غندوز لهنا صافي انا سمعت موسيقتك ولقيتها زوينه، وملي غندوز لهنا الناس غيشوفوا ويمشيو يتابوناو. ما عيناش غنبداو باول واحد، اول واحد واحد السيد اللي ديجا دوز رياكشن، وتا هذا فهمتي مثال من الامثله، حيت التراك اللي دوزت ليه كان واعر وكل شيء، والفيديو يلاه ابين دار باش 600 فيو ولا شي حاجه، سو ما غتنفعوش وما غتنفعش ما غتساعدو في حتى شي حاجه. الوغ كو هنا جو بونس بيتيت قد نهضر عليه اكثر. سو هاد الساط هذا سابيل سكاي نت هاد الساط هذا اول تراك عنده فلاشين هادي 3 سنين هو داير، هو كيرابي وعنده بزاف ديال التراكات، بزاف ديال التراكات فلاشين ديالو. ما عنديش لي نومبر دابوني، ولكن بالنسبه لو نومبر دي فيو ماشي بالقيمه ديال المستوى ديال هاد السيد هذا. سو كنتمنى منكم غنوريكم هاد السيد هذا، دخلوا لي لاشين دخلوا تفرجوا، غنوريكم اكستري من الكليب اخر كليب خرجوا 5 موا هادي، وهادي 2 سيمين خرج تراك اخر سميتو هود. غنوريكم الكليب ومن بعد نتوما دخلوا شوفوا لاشين هود دو مالا، تراك واعر بزاف بزاف. ليتس جو نتمزكو الزو شو كي داير. نحبس هنا التراك هذا وغنوريكم شويه من التراك الاخر، غنوريكم شويه من التراك الاخر باسكو التراك الاخر جميل جدا، في واحد المود اخر
واحد الهيت فيه جميل جدا. هذا بلاتي فيه هيت جميل جدا هذا. ما على باليش واخا كما كونطون قطعو علينا تسوق وحيدونا لجان وغادي نوصل بلا ما نحط المونطون بزاف دالمال بنادم ولا نيجاتيف راهم اللي تسولي يقولك الدنيا الماديسين واللي خلقول هو بكتوب النيكوتين كيشوف العشبة اللي كتنسيهم وسيسين ما ضع والو مازا فراسي عندي دين بلون بغينا الدنيا واخا طلعش ماتيريال ليس كلشي كيضيع معاهم واخا عندي دين بلون يمكن انا بلي فور يمكن بلادي اللي راسيس تبقى نفس الفيزا وتحكم فينا غا الميديا نبقاو ساكشي اللي فيت لانستيزيا لي درت ديكسبريسو غا إشاعة في الميديا جربت شاتر ما غا تبقاو في ماتزين تلمو جنة فات لافيدا عطينا هلا نرجع ما فيها اسمي جا دنيا. تراك واعر المود ديال التراك هذا بزاف المود ديال التراك بزاف 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 صراحه ندخلوا عند هذا الصاد هذا سكاينات كيستاهل كيستاهل تدخلوا اي بيان سيو تقدروا تكتبوا انكم جايين مع عند الشات صافا فير بليزير صافا فير بليزير الا قلتوا انكم جايين عندي ولكن المهم هو ان بنادم اللي كيستاهل هذا الصاد هذا كيستاهل اكثر من هذا الشيء دخلوا عنده تابونوا وتمزكوا هادشي غير باش حنت كاينين الناس اخرين بتراك ولا جوج تراكات راه ديجا ضاربين اكثر من 100000 و200000 ابوني وهاد الناس هادو اصاحبي 3 سنين وبلا ما كيخرج راه عنده واقيلا شي اكثر من 30 تراك عنده في لاشين ديالو سو دخلوا تمسكوا لهذا الصاد هذا غادي يعجبكم على حسابي اون توكا نيكست نيكست وان عندنا مستر مهدي والله مستر مهدي جو بونس ديجا بان في شفتو في باج ديال انستغرام اي هضرت معاه بيرسونيلمون اي بيان سور سي ان غا دري ديال مكناس تحيه للناس ديال مكناس ماك جو بونس قليل فين ولا ما عمرني ما دوزت شي واحد من مكناس تحيه للناس ديال مكناس كما كنقول لكم مره صافي بليزير يكون عندنا واحد من كل مدينه الناس اللي كيزو الدار مستر مهدي والله تراك عنده زويون بزاف نتمسكوا لهاد التراك هذا الناس اللي باقي ما سمعوش il mérite vraiment support ديالكم تحت ما قصني وخايا ما يفيزم
Wallah wallah, je vais tous les baiser. C'est que je suis là, c'est pour tout baiser. Si je fais le site pour m'amuser. تراك جميل جدا، تراك جميل جدا ديال هاد الساط هذا مكناس. صحيح يا الناس ديال مكناس، مهدي اوفيسيال، دخل عنده لاشين. هذا شبونس ثاني تراك عنده في ما عرفتش، بانوا لي تراكات اخرين من الفيديو الكليب ميوزيكو كاينين بزاف. سو شبونس هاد الساط هذا عام هو كيرابي ولا شي حاجه لا اكثر. اول تراك عنده هادي 4 سنين، حيت بان لي تراكات اصحابي بناتهم فرق ماشي بزاف. اول تراك هذا 4 سنين سو خاصو سوبور، دخلو تمسكو ليه. تراك عنده زويون، وتراكات الاخرين لي كليب ميوزيكال اللي داير فلاشين ديالو زويونين حتى هما، دخلو تمسكو ليهم ديرو سوبور. وكما كنقول لكم راه البوبليك باش كيطلع بنادم ولا باش كيهبط بنادم. سو الا كان طالع بوزبا ولا كان طالع ما كيسالش، راه البوبليك اللي يطلعو، راه ما غيطلعو حتى شي واحد. هذا ما كان ما عيناش. نيكست وان، نيكست وان غادي نمشيو ليدر بوي. ليدر بوي فروم فروم، جو بونس هذا واقيلا اول تراك ليه. وعجبني الطريقه ديال التقصار ديال الدري هذا، عنده واحد التقصار. لا ماشي اول تراك، سمحوا لي انا راه ملي كنهضر بحال هكا كنقول اول تراك ولا كنحاول نتفكر. غادي خطره وريتكم، راه عندي لا ليست كان فيها شي 12 تراك دابا، وعاد زاد عليها بنادم، زادوا لي زد شي تراكات اخرين. سو اول تراك لاحو هادي عامين فيدال، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة تراكات اللي عنده في لاشين، ست تراكات. سو غنوريكم فروم فروم كي داير اخر تراك ديالو. صراحه التكنيك ديال هاد الساط هذا بزاف، التكنيك باش كيقصر وجميل ديال السوبور بجد. جو بونس ليدر بوي واقيلا على حسب ما قال في التراك واقيلا هو الجديده، جو با فريمون سيغ. انا دي فوا كنهضر مع بنادم، كاين بزاف ديال التراكات اللي كيوصلوني من انستغرام، مي ما كنبقاش نسول بنادم منين انت شنو كاين هادي. سو دي فوا سي بيان بنادم يبقى يكتب المدينه منين وهذا سي بيان، مي على حسب الكلمات، على حسب شنو تقال. جو بونس هو الجديده. عزيز عليا التراك هذا، عجبني التراك هذا ديالو فريمون، اي كيستاهل. خارج من لو 25 اوت،
25 غشت يلا دار 325 في تراك بحال هكايا مخدوم بحال هكا حشومه والله الا حشومه. سو دخلوا الدراري كنتسناكم تدخلوا سيبورتيو ليدر بوي لاشين ديالو ليدر اوفيسيال دخلوا تابونوا عنده عاونوا سيبورتيو الدراري باش يزيدوا لقدام. نيكست وان عندنا واحد السيد اللي واقيلا هو اللي مشحال هادي هو كيرابي واقيلا في كاع هادشي اللي غنبينوا اليوم اي جو بونس غتكونوا كاملين شتو في لاشين ديال في لي باج ديال الراب ماروكان تما فين شتو حتى انايا وكان كيصحابني غادي مني غادي تكون التراك ديالو تما غادي صافا ايدي باش بنادم يدخل يتفرج فيه بزاف ولكن سي با الكال التراك باقي يلاه من لو 3 سبتمبر يلاه ضرب 1600 فيو برسك 1700 ميسيد صافي 6 ans واقيلا 6 ans هو كيخرج بتراكات لاشين ديالو شبعانة تراكات والموسيقى ديالو زوينة صراحة الموسيقى زوينة. نخليكم مع الاكسترا ديال بلاطا او برومو تراك جميل جميل جدا فاس كي شكرا نروح لبلاطا على برومو داخل وسترينج ما انا بانيش بلي دوماج عمرني ما ديت دوماج ولا خصتني شي كلمة حيت لاديش ما في اللور ما غاديش نعيش وبزورمون عمرني قنعت بلي جاني غنعمركم في انستا تجاري مود دو في انستابل كطيح وتنوض عادي غدا تشوفني غير واخا البارح كنت تجاري مابقيتش في المود ديال ندخل رابي دوزموح مابغيتش نبازي شي اللي جاي على اللي فات اه دا بيان سيغ تار دابا غير راح تصبح جوبس ديال البلا ديما كيوليو دافع ما كاين راسك بحال الكاريير عاد بدات اليوم بولو في التكست عندك شباب البي دبليو اه البالو اللي عطاتني 15 دولار سبي غير حبس تندخل ونلقاها مليون الحلاق اللي شفني حاني راسي كلشي كيغلط وانا ديما حاضر راسي اكثر عليا صداع ما تلقانيش كنهضر كنخليها تجي في صدار كيما دار ماتيرازي كلشي انا خدام كيما كانت لا ميتيو حتى ديما توب كي ديور كي جوطيا وخسروا لي طوال زمان نسالي في 5 اطوال واخا حياتي كيشي 5 اطوال في جي تي ا مابقيتش الفايب اللي باغي راه ما نسكتش دوي غير في الراب لا باغي ديما نسكتش كنجيب ناس واحد كنوريك لايف ستايل جبت كلاس قيد طفال علاش كتربي على سكوتش كنطيح تقيل فوق البيت كيشي فيلفيل فودير في كلمة انا قديت شي سكيل ما باغيش نجري فوفير لي شوز دوكا دوكا ديما بلوم كيلو جات في شي ميسيل واش كنا عارف يمكن قالي دوس وفي حياتي كلهم مازيدول يمكن باقي شوية ونبدا الراب تاع مازيدول ايزي ورك ارا غير شي بيت وخلي الكاسي دور كنحطو في القاص قالي شفتو راه غير اونتخي ليميتي كنعرفو نختارو لي ستيل شي واحد توني ديك ميزة كلشي وقت راه دوكا شي واحد كيسمعو ليا لي زارتيست لي كونيسور كوبلا ايليغال ما على باليش كامل الكونيسور ستوهر كتنطاح الفوز كيسو الكيس كلاح اي تراك صال كنحطو كيبان كلين تراكات الصيف كيدوبو كالايس كريم باغي سوكسي سوغ لا دوغي واخا بدا غير بألف ستريم وخدتوها لكاع الدور راه ولات نبقى خدام جيت الفوريا لي زوغار تختارو ديما اللول على حساب مع من داويد ماشي اللي في جيبك غادي نعرف كاش نساوي قلت الشفاوي صاحبي هنايا اون في بصح الهضره غير في الخاوي صاحبي هنايا اون في بصح وحدي راه مدراسه مقاد حياتي ما باغيش حتى شي قرض راسو مربي يجي يقريني الهندسه داخل طول عارف اي بيت غادي يجيني تيري كيما بغيتي كاع ما باغي حتى شي جيران اي فوالا مستر بلوميير دخل عنده لاشين تا هو كما قلت لكم غادي نخلي لي ليان ديال كاع الناس اللي غندوز ونخلي لي ليان ديالهم جو بونس هذا اخر واحد ربعه ديال الناس بركه باش ما تجيش الحلقه طويله بزاف. الو تفكروا بان ملي كنديروا هذا الشيء لكم نتوما الناس اللي كيبان لهم بان كاين بزاف اللي ما واخدينش حقهم داكور. سو الا ما درتيش انت واحد الحركه مشيتي قلبتي عليهم وتابونيتي ودرتي كومونتير وسانتي هاد الناس هادو راه ما تنفعش اي بيان سور. انا هاد الكونسيبت هذا الفيديو هادي بحال فهمتي يلاه كنتيستو بها غادي نشوف التفاعل غنشوف كومون سافا فونكسيوني الا خدمات بيان سور باقي غادي نزيدو باقي غنطورو. هذه اول حلقه صوت انا بيتيت بزاف ديال الحوايج اللي غادي نبدلهم في الطريقه ديال الخدمه ولا كيفاش غندير مي خاص سوبور ديالكم حتى نتوما خاصكم تبينوا بانكم باغين بنادم ما سينو حتى انا راه نقدم غندير غير بنادم اللي مشهور هذا نضرب ليه فيو حتى انا نبقى مرتاح داكور. سو يد في يد وكلشي تعاون باش نزيدو بالراب جيم لقدام. هذا ما كان خليو لي كومونتير قول لي فضرب عاد الناس هذا شكون اللي عجبكم كثر ولا بلوس 1 او 2 ولا ديروا كلاسمون ديال شكون اللي عجبكم خليو لي كومونتير بغيت نشوف الراي ديالكم ولا كانوا دي كونسي بارابور للحلقه ولا كيفاش بغيتوها دوز خليوها ضروري غادي نقرا لي كومونتير باش غينفعوني باش نشوفوا الحلقات القدام كيفاش غيكونوا. هذا ما كان معكم خوكم الشاف ميرسي الناس اللي تفرجوا حتى للاخر ديال الحلقه